معترف لهم بصفه العمل. من خلال اقتراحاتنا للهيئات المحلية والبلدية والولاية اقترحنا لهم طريقة دمج ذوي الفئات الخاصة ضمن المجتمع من خلال تهيئة الأرصفة طبعا مع شراكة مع جمعية المهندسين المعماريين، وبهذا العمل التشاركي سوف يساهم في إنجاح الولوجية ودمج ذوي الفئات الخاصة وهي نفس أهداف وزارة التضامن. نحن نعمل على هذا المضمار تاع الولوجية باش نخليو الإنسان هذا المعاق يخرج لاسوسيتي، يخرج يعيش مع الناس، ولما يعيش وتكون الامور سهله راح يمد كما يمدوا كل المواطنين. دونك الولوجيه هي سي نوتر شوفال دو باتاي